أطلب الله عز وجل أن يسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. وأشكر قناة أشطاري 24، جزاهم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. اسم ديالي كامل يوسف ورد. شحال في السن ديالك؟ 14 لسنة. 14 سنة. أول حاجة هضرنا على الموهبة ديالك وكذلك الدراسة ديالك. الموهبة ديالي حفظ القرآن الكريم. الدراسة ديالي أدرس في المعهد الإسلامي تاع جامع الأربعة. سي يوسف، يعني تكون شوية هضرنا شوية على يعني كيفاش حسبتي الحفظ ديال القرآن الكريم وشكون يساعدك على ذلك؟ بديت الحفظ القرآن الكريم كانت عندي 5 سنين غير الرسمي، كنت تمشي السبت والأحد والأربعاء في العشية، والأم ديالي هي اللي كانت تساعدني هي والأب ديالي. وفين شديت السادس ديال العمومي مشيت تفرغت القرآن، كنت نقرأ عند السي إبراهيم بومعيز، وكنت نقرأ عند السي الحبيب عرسان، وكنت نقرأ عند السي الحبيب عرسان، وكنت نقرأ عند السي عمر، كنت نقرأ عندهم السي عمر، كنت نقرأ عند السبت والحد والأربعاء، والسي بومعيز حتى هو فين تحول هو من الكتاب، حنا مشينا تحولنا معاه واحد الكتاب دابا يتواجد في عين الشق، والسي الحبيب صار تفرغت عنده للداخلي، تنقراو داخلي عنده. كاين في ولاد زيان، كاين في ولاد زيان يتواجد في منطقة الدوار المليون. يعني تكلمنا شوية على أول مرة دخلتي المسجد ولا أول مرة دخلتي كتعتي القرآن، كيفاش كان الإحساس ديالك ولا الشعور ديالك؟ شعور لا يوصف، مثل غتحفظ القرآن، القرآن اللي غتحفظو شي حاجة عظيمة عند الله. ومثل الحفظ ديال القرآن، إلا بغيتي دير شي حاجة لله دغيا تحفظ لك القرآن، خاص ديما النية ديالك تكون خالصة في القرآن، ما تكونش فك الغش ولا اللعب ولا اللهو مع الأطفال عن الأطفال غير مرسمين، ديما خاصك تكون منضبط معاهم تما في الداخل. شنو غادي تقصدي يعني بأطفال غير مرسمين؟ بحال دابا كاين اللي تيبات تما وتياكل تما وتتعشى تما، بحال دابا عند السي إبراهيم بومعيز تيبيتو مسكين في دارو، الله يشكروه هاد النهار الله يجازيه بخير. والسي الحبيب تا هو عنده الداخلي في ولاد زيان يتواجدوا في دوار المليون، تا هو عنده الداخلي. وكاين المرسمين تيجي يتدوم الآباء ديالهم ولا تكنين ولا الدوار ولا ولاد قرابين تما تيجيبوهم الاباء ديالهم ولا الامهات ديالهم تيقراو. واخا يعني الصعوبات اللي كنتي كتواجه مثلا يعني عند الحفظ ولا عند القراءه، شنو هما الصعوبات اللي كانوا عندك؟ الحمد لله انا ما قدت صعوبه، كلشي كان موفر ليا. الدراسه كان الفقه ديالي تيرشدني، السي بومعيز كان تيرشدني على ذكر الله وعلى الحفظ وعلى الموتون، تا السي الحبيب كذلك تا هو تيرشدك على القرآن وعلى الموتون وعلى أي حاجة تنتواجدو بها تيحفظ تيرشدنا عليها، أي حاجة صالحة للدين تيرشدنا عليها. واخا قلت لي بلي ملي جات كورونا تأثر شي شيء، أنا ما يعني ديال القرآن شوية بدي فين جات كورونا وسدو المساجد، الحمد لله دابا غيتفتحو. فين جات كورونا وتغلقوا المساجد ما كانت كاع القرايه والحجر ممنوع تخرج وممنوع تمشي اي مسجد والوقت عنده حدود، صافي بدا شويه القران مع مشكل القران ما تتراجعش فيه بزاف تيبقى يهرب لك شويه. عمرك شاركتي في شي مسابقه يعني مسابقه جوج القران؟ شاركت فيها عندي 9 سنين، هذيك هي اخر مسابقه، اول مسابقه شاركت فيها صافي، ودابا ما عمري شارك في شي مسابقة. تبغي تشارك مثلا في شي مسابقة من المستقبل؟ إن شاء الله بإذن الله.
يكونوا مطابقه ديال جميع القران مثلا، يعني اللي كدوز مثلا على القناه التلفاز يعني على القناه الثانيه دوزان، يعني المسابقه اللي كنا كنشوفوها الان، يعني تبغي مثلا بحال المبادرات هادو يكونوا داكشي. ما نبغيهم حوكا كنشارك فيهم ويحفزوني باش نمشي انا نشارك في ذاك المسابقات. هذا هو ما اقول. وبالنسبه يعني سبق لي سولتك واحد السؤال، هو من بين يعني المشايخ اللي تيعجبوك مثلا سواء في يعني في الوطن العربي سواء في يعني داخل المملكه؟ عبد الباسط، عبد الصمد، والكوشي، والياس حجري، هذو هما المقرئين اللي تنتصنت لهم. كانت يعني كنت عندك مع شي، عمرك تلاقيتي مع شي واحد، عمرك ريحتي مع شي واحد؟ لا. استفدتي من شي شيخ مثلا؟ استفدت من شيوخ، السي بومعيز ديما تيرشدنا و تيدير لي لي تيجيب السلكة تيدير لي حفل قرآني و تيرسم لي اللوحة، و تا السي الحبيب تا هو كذلك تيرسم للدراري اللوحة ويصوب لهم أي حاجة، أي حاجة اللي غتفرحهم تيصوب لهم، مثل بحال دابا مثل ختم القرآن تيدير لهم لوحة خاصة مرسومة تاع حفظ القرآن، و تيركبوه على فوق العود. كلشي كاع تيديروه ليهم، الله يجازيهم بخير من هذا المنبر. وبالنسبه لي يعني يعني فاش يعني حفظت كتاب الله، يعني الاحساس والفرحه ديال الابوين يعني كيفاش كانوا؟ فرحه لا توصف، فرحه بها الاب ديالي صونا ليه الشيخ قال لي راه ولدك جاب السلكه الاولى، فرح مسكين وجا عندي وجابوني هنا للدار وداروا حفل قراني، وان شاء الله غنديروا شي واحد اخر ان شاء الله باذن الله. تبارك الله. وشنو كتبغي تشوف راسك يعني من القدام، يعني الطموحات ديالك المستقبليه، شنو تبغي تشوف راسك يعني يعني من هنايا المستقبل؟ يعني كتب الله هي اللي كاينه. يعني تبغي تشوف راسك يعني انت شيخ من الشيوخ؟ شيخ من شيخ يعني تقرا نتايا ويقراو معاك عاوتاني وتاثر عاوتاني واحد الدراري صغار كيف ما اثروك الناس قبل منك؟ داكشي اللي كاين، داكشي هو اللي تنتمناه، الله يوفقنا اليه. ودابا شنو تدير حاليا؟ يعني حاليا دابا تندرس في المعهد الاسلامي ديال الجامع الاربعه، تما تندرس دابا هادشي ديال العتيق. تبارك الله عليك. ولا بغينا تقرا لنا شي ايه، شي ايه من الايات بينا. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم. أنصح كاع الشباب بتلاوة القرآن عز وجل، وأنصحهم بمجيء عند واحد الفقيه الله يجازيه بخير، ما عمرنا نساو خيره، الفقيه بومعيز يتواجد في عين الشق، كتاب عنده القناة تاعو في صفحة الفيسبوك، سي إبراهيم بومعيز،
تما غتقاو النمره ديالو غتواصلوا بيه، تما عنده النمره وكاين الموقع وفين تيقري الدراري. ولا بغى هادو اقبل الرسميين وهادوك اللي غير الرسميين واللي كاين واللي بعيد، كاين بحال دابا مثل في ولاد زيان يتواجد بدوار المليون السي الحبيب عرسان معروف عن التعريف. ودعاء باش غنختموا هاد الحوار واطلب الله عز وجل ان يسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. واشكر القناه اشطاري 24 جزاهم الله خيرا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.